تربية النفس والسير في طريق التكامل والرقي. المحفز الأول، الهدف الأسمى. وكلما اقترب الإنسان من هذا الهدف اشتدت رغبته إليه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. تربية النفس والسير في طريق التكامل والرقي. لتربية النفس الإنسانية وتحفيزها نحو الرقي والكمال والسير الصالح بالصورة المنهجية العملية الصحيحة، تحتاج أولا وبصورة رئيسة إلى الإيمان بالله تعالى والاعتقاد بالمعاد والآخرة. وبعد أن يتحقق هذا الإيمان تكون النفس مستعدة للتربية والرقي، وحينئذ تحتاج إلى الأسباب والمحفزات للسير في طريق التكامل والرقي. وفي هذا المقام نذكر بإيجاز بعض المحفزات. المحفز الأول، الهدف الأسمى. ينبغي على الإنسان المسلم اختيار الهدف المهم والأوسع والأسمى، لأنه كلما كان الهدف ضيقا وخفيفا كان أقرب إلى التلاشي في ذهن صاحبه، مما يؤدي إلى فتح باب واسع للتكالب والتزاحم لأمور التافهة، وبالتالي الدخول في المحرمات الأخلاقية الشرعية. وكلما كان الهدف أهم وأسمى قلت فيه الأخطاء والقبائح بسبب ما يحصل في ذهنه من المقارنة بين هدفه المهم المنشود وبين الشهوات التافهة الرديئة، فيلتفت إلى التفاهات بالقياس إلى ذلك الهدف، مما يؤدي إلى نظافة واسعة، إلى نظافة واسعة روحية الإنسان. فكيف إذا كان هدفه رضا الله سبحانه وتعالى الذي لا تتناهى عظمته ولا تنقطع قدرته ولا تنتهي نعمته؟ وكلما اقترب الإنسان من هذا الهدف اشتدت رغبته إليه، وحس بعمق أغواره وبعد منتهاه، وكان ذلك منعشا لآماله ومؤثرا في اقتراب الإنسان نحو الصلاح والتكامل. يكون مثله الأشخاص الذي قال فيهم أمير المؤمنين عليهم السلام في وصف المتقين: كبر الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم. وورد عن الإمام علي عليه السلام أنه قال: كان لي فيما مضى أخ في الله، وكان يعظمه في عيني صغر الدنيا في عينه، وكان خارج سلطان بطنه، فلا يشتهي ما لا يجد ولا يكثر إذا وجد. المحفز الثاني، الهم الكبير. لتربية النفس يحتاج الإنسان المؤمن أن يحمل هماً كبيراً متمثلاً في أمور المسلمين جميعاً. ومن الواضح إن حمل مثل هذا الهم ينمي من أخلاقيات الإنسان ويوسع من الآفاق التي يخلق فيها الإنسان، ويؤثر في تنمية الروح. وبخلاف ذلك، أي فيما إذا صغرت الأمور التي ينشغل بها، فإن مثل هذا يؤدي إلى ضيق أفق الإنسان ووقوعه في التناقضات والنزاعات التافهة، وبالتالي الوقوع في المحرمات الشرعية الأخلاقية. وقد أشار أهل البيت عليهم السلام في موارد كثيرة، نذكر منها أولا عن أمير المؤمنين عليه السلام: من كرمت عليه نفسه ماتت عليه شهواته. ثانيا ما ورد عنه عليه السلام: رأيك لا يتسع لكل شيء ففرغه للمهم من أمورك. ثالثا ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: باشر كبار أمورك وكل ما شق منها إلى غيرك. رابعا ما ورد عن الإمام الصادق أيضا عليه السلام: لا تكونن دوارا في الأسواق ولا تلي دقائق الأشياء بنفسك، فإنه لا ينبغي للمرء المسلم ذي الحسب والجود
أن يلي شراء دقائق الأشياء بنفسه. المحفز الثالث الإيثار والتضحية. من الواضح أن الإنسان الذي يعمل في سبيل الله تعالى ويؤثر ويضحي بمصالحه الشخصية في سبيل راحة الآخرين والمصالح الاجتماعية، فبقدر ذلك تنمو روحه وتتسع آفاقه حتى يصل إلى التكامل الأخلاقي، وذلك لأنه من الأسباب الرئيسية في المشاكل الأخلاقية، وهو التضارب والتزاحم بين المصالح الشخصية والمصالح الاجتماعية. وإن حب الذات هو الذي يدفع الإنسان إلى أن يقدم مصالحه الشخصية على المصالح الأخرى حتى لو كان ذلك ظلماً وعدواناً على الآخرين. وللحصول على السعادتين الدنيوية والأخروية يجب على الإنسان أن يجعل إيثاره وتضحيته للناس والمجتمع في سبيل الله تعالى، أي عليه أن لا يقدم أن يقدم المصالح الإلهية على المصالح الدنيوية الزائلة. ذاكر أذكر بعض إرشادات أهل البيت عليهم السلام في الإيثار والتضحية. أولاً قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ثانياً وقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ما ورد ثالثا ما ورد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعود لم يره. رابعا ما ورد عن الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم: من عرض له دنيا وآخرة فاختار الدنيا لقي الله عز وجل يوم القيامة وليست له حسنة يتقي بها النار، ومن اختار الآخرة وترك الدنيا رضي الله عنه وغفر له مساوئ عمله. خامسا ما ورد عن الإمام الباقر عليه السلام: إن لله جنة لا يدخلها إلا ثلاثة: رجل حكم على نفسه بالحق، ورجل زار أخاه المؤمن في الله، ورجل آثر أخاه المؤمن في الله. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.